الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتقبل ذلك منا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما أحيينا، وفقهنا في أمور ديننا ودنيانا يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين، آمين. فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. المتعلق بحد بالشرب اللي هو الخمر، كل مسكر عندنا خمر عند الشافعية، أما عند الأحناف فلابد أن يكون من عصير العنب ليقيم عليه الحد. أما إن شرب مسكرا عند الأحناف ولكن من غير عصير العنب يعذر، يعاقب عقوبة تعزيرية وليست حدية. أما عند الجمهور خلاف الأحناف، كل مسكر خمر سواء كان مصنوع من عنب أو من شعير أو من بصل أو من تمر أو من أي نوع من أنواع، طالما أسكر يبقى له حكم الخمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وبالتالي فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. يقول ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب مثلا يحد. يبقى عندنا كل أنواع الخمور المسكرة بغض النظر عن مصنوع من عنب أو غيره يقوم عليه الحد. يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة، وإن كان رقيقا 20 جلدة. وإن عارفين إن لما شاع شرب الخمر في عصر سيدنا عمر بن الخطاب استشار سيدنا علي بن أبي طالب، فقال سيدنا علي أرى أنه إذا شرب هذا وإذا هذا قذف، فنحده حد القاذف، فجعلوها 40 80. واضح؟ فيبدو ان ما كانش في حد واضح عن النبي للخمر عدد معين، كان بيضرب كده وخلاص. ايه؟ فالصحابه استنتجوا ان هي 40، ولكن بعد ذلك زادوها الى 80، يسموه اجماع من عصر الخلفاء الراشدين. يبقى اذا كان الشارب حر يقام عليه الحد كامل اللي هي 40 جلدة، وان كان رقيقا يبقى نصف حد الحر 20 جلدة. ويجوز ان يبلغ الامام به اي حد الشرب 80 جلدة. يبقى الامام مخير بين 40 و80، والزيادة على 40 في حر و20 في رقيق على وجه التعزير. يبقى الزيادة دي يبقى هو حد اصلا 40 وما زاد إلى 80 تعزير. وقيل الزيادة على ما ذكر حد يواجه المقابل، قالوا لا ده الزيادة مش تعزير، ده هي حد باتفاق الصحابة بسبب إجماع الصحابة. واضح؟ يبقى في وجه عندنا أن الزيادة على 40 تعزير، وأن الحد هو 40، وأن للإمام أن يزيد في الحد إلى حد 80. ولكن في وجه مقابل قال لك ايه؟ بل الزياده هي حد. وعلى هذا يمتنع النقص عنها،
إن قلنا على الوجه اللي قال إنها حد يبقى يمتنع النقص عنه، وعلى الوجه اللي بيقول إن هي تعذير ممكن ننقص عنه، نجلد ده 40، نجلد ده 50، نجلد ده 60، نجلد ده 70، على حسب. ويجب الحد عليه أي شارب المسكر بأحد أمرين. إزاي يثبت عليه الحد بقى قضاء؟ بأحد أمرين، بالبينة أو الإقرار. إيه هي البينة؟ شهادة رجلين، ما ينفعش فيها النساء، شهادة رجلين يشهدان بشرب ما ذكر. أو الإقرار، الشهادة، الشهود دول لازم يبقوا عدول، شهود عدول، واضح؟ أو الإقرار إن هو يقر أمام الحاكم ويعترف إنه فعلا شرب خمر، أو الإقرار من الشارب بأنه شرب مسكرا، فلا يحد بشهادة رجل وامرأة، ولا بشهادة امرأتين، ولا بيمين مردودة، ولا بعلم القاضي، ولا بعلم غيره. يفرض القاضي شافه وهو بيشرب خمر، ليس له أن يحكم بعلمه، لابد أن يأتي شهود، واضح؟ يبقى القاضي لا يحكم بعلمه، لكن لابد أن تتوفر البينة أو الإقرار، يا إما يعترف يا إما يجيب اثنين شهود. ولا يجوز أنه القاضي يكون بيثق في إنسان فالإنسان اللي يثق في القاضي ده يؤكد له أنه رآه يشرب خمر، لا بعلم القاضي ولا بعلم غيره، لا يجوز، لأن ده يجوز الشبهات، واضح؟ طب افرض ان هو عنده قرائن مش بينة، قرائن يعني شبهة، شبهة قوية، له ان يعذره لكن لا يقيم عليه الحد، يبقى عقوبة تعذيره لكن ما تصلش لدرجة الحد، واضح؟ ولا يحد ايضا الشارب بالقيء والاستنكاف، اي يعني يشم منه رائحة الخمر، الاستنكاف ان هم ايه يشموا رائحة فمه، ما ينفعش، لان في بعض الامراض بتخلي الفم رائحته كالخمر، زي اللي عنده مثلا فشل كبدي تشم رائحة فمه كأنه فيه خمر، كأنه تفاح معطب، رائحة المريض اللي عنده كبد فشل كبدي يبقى كأنه، وكذلك اللي عنده فشل كلوي، وقد يكون رائحة الخمر رائحة طعام شرب أكله مثلا، وبالتالي لا يصلح الاستنكاف دليل على أنه شرب، وبالتالي يبقى التحاليل اللي بيعملوها التحاليل الطبية ممكن لا يقام بها حد على شرب الخمر ولكن يعذر، واضح؟ التحليل ده بيؤكد، لكن التحليل يؤكد أنه شرب لكن لا يؤكد عند القاضي فيقيم الحد، لكن يبقى قرينة قوية عند القاضي يقوم يعاقبه عقوبة دون الحد، واضح؟ يعني يعذره بس، يعني ساعات يشوف لك الإنسان اللي بيسوق سيارة ياخد منه عينة ويشوف هل هو سكران ولا لا، لو لقى سكران بالعينة يسحب منه الرخصة ويعمل له عقوبة مالية، ده بأس، لأن مش حد فاش فيها جلد، دي عقوبة مالية ويسحب الرخصة، ما عندناش مال، الإسلام لا يمنع هذا، لكن يمنع القاضي أنه يقيم عليه حد الخمر بمجرد التحليل، لابد من إقراره أو البينة شهادة رجل، واضح؟ فدي نقاط مهمة، الفرق بين الحد وبين إيه؟ يعني بين التعزير، فالتعزير ممكن بالقرائن، لكن الحد لابد من البينة أو الإقرار، والبينة شهادة رجلين، ما ينفعش رجل وامرأة، وينفعش راجل يمينه مردودة، يعني ايه؟ يعني يكون غير عدل، يعني لو شك القاضي في الشاهد انه ممكن يحلف كذب ما يعتبرش بينة عن القاضي، واضح؟ كل هذا من اجل ايه؟ من اجل ان النبي قال ادراء الحدود بالشبهات، ادراء الحدود بالشبهات. يبقى لا يحد ايضا الشارب بالقيء والاستنكاء،
أي بأن يشم منه رائحة الخمر، زي ما قلنا قبل كده في حد الزنا إن لا يقام الحد على المرأة لو حملت بغير زوج، يعني الحمل ليس دليل على الزنا بغير زوج. واضح؟ ليه؟ لأن قد تحمل بغير إيه؟ بغير زوج، لو أدخلت المنية في فرجها فلا يسمى زنا، حرام بس لا يسمى زنا، فحملت لا يسمى زنا، لكن هي حرام، حرام لاختلاط الأنساب. واضح؟ طالما لم تعترف أو لا يوجد أربع شهود في حد الزنا حتى ولو حملت، خلافا للملكية. الملكية قالوا إن الحمل بينة، طالما حملت بغير زوج يبقى ده بينة على الزنا. واضح؟ ده رأي الملكية، قول يعني الملكية. لكن عند الشافعية لك لا، وقول الشافعية على فكرة في المسألة دي أدق من حيث الناحية العلمية، لأن قد تحمل المرأة بغير زوج، واخد بالك، بأن تدخل المنية في فرجها، بل قد لا تدخله لو لبست ثوب رجل احتلم وفيه منية، قد يدخل المنية فرجها دون إدراكها فتحمل وهي أصلا ما زنتش. واضح؟ وقد يكون المرأة ليست حاملة بل عندها ورم في بطنها، والناس يفتكروا حامل، يعملوا تحليل يلاقي ايه؟ تحليل انها حامل ويطلع ان هو مش حامل، ده ورم بيخرج هرمونات تشبه هرمونات الحمل وليس الحامل. شفت بقى ايه كلام الشافعي مهم ازاي في المسألة دي؟ يبقى القرينة لا تعد دليل على إقامة الحد عند الفقهاء، لكن قد تكون سببا للتعزير، عقوبة بس غير حدية. واضح؟ كذلك هنا لما قلنا في الخمر لا يصح بالاستنكاء، الاستنكاء يعني تشم نفسه فتلاقي ريحته خمر ويقول لك أقيم عليه حد الخمر، لأن قلنا في بعض الأمراض تعمل كده، في بعض الناس يكون عنده نوع من الأمراض في حلقه، فيبقى عنده ميكروبات في حلقه تجعل رائحة نفسه متخمرة، فيفتكر الناس انه ده شرب خمر ولا مش خمر، وبالتالي لا يصح الاستنكاء انك تشم نفسه، نفس الانسان اللي شاكك فيه وتقيم عليه، يدخل معه التحاليل ايه؟ الطبية. فدي كلها نقاط مهمة ناخد بالنا منها. لكن غير الفقهاء متصورين ان الاسلام واقف بالمرصاد لاي واحد مجرد يشك عليه، مجرد يشك يقيم عليه حد، زي ما كان يظن بعض الشباب المتسرع اللي مش فاهم هذه الاحكام. ولا تقام حدود الا بقضاء قاضي، لا حتى القاضي لا يقضي الحد بعلمه. شوف قد ايه، يعني لو القاضي جار لهذا الرجل وعارف ان الرجل ده بيسكر كل يوم، لكن الرجل ده لا اعترف ولا في شهود يشهدوا عليه، القاضي مش مسؤول، يعني شرعا مش مسؤول ان هو يقبض عليه ويقيم عليه الحد مع انه شايفه كل يوم جاره. شوف قد ايه، لابد انه يجي ويعترف او يجوا اتنين شهود يبلغوا عنه ويشهدوا ويحكموا امام القاضي ويحلفوا. واضح؟ يبقى ولا يحد ايضا الشارب بالقيء والاستنكاء. القيء والاستنكاء ده ايه؟ قرائن وليست بينة. فهمت بقى؟ والقرينة لا نحكم بها في الحدود. ويعملوا لك افلام كتيرة بقى معروفة كده زمان، يجيب لك مثلا اسماعيل ياسين دخل على واحد مقتول والسكينة جنبه، فراح ماسك السكينة بدخلة البوليس، فيبقى مين؟ يبقى الراجل ده هو اللي قتل، اللي يشوف كده القرائن بتقول كده، ويطلع في الاخر انه بريء. هو دخل لقى السكينة جنبه ومذبوح بيها، مسك السكينة بيتفرج عليها في دخلة البوليس، فيقول لك ده قتل، هي اسمها قرينة لكنها ايه؟ ليست بينة. فلابد ان القاضي يبحث ويشوف ويعمل، يبقى ما ينفعش. لكن العوام لو دخلوا شافوا منظر زي ده يقتلوه على طول، لان العوام ما يعرفوش يفرقوا بين البينة والقرينة. العام القاضي بقى هو اللي، لأن عقلية القاضي عقلية فارقة يريد أن يفرق بين المشتبهات، إنما العوام لا. وعشان كده العوام لا يصلح أن يكونوا قضاة. فهمت بقى المسألة؟ ف
فصل في أحكام قطع السرقة. إيه هي السرقة في اللغة؟ أخذ المال خفية، يعني لو خدوا جهارا نهارا أمام صاحبه كده يبقى اسمه غصب، كويس، لكن ما اسموش سرقة. واضح؟ يعني دخل كتفه، جاب اتنين كتفوه وراح فتح الخزنة وخد المال وهو باصص له بس متكتف، ده ما اسموش ايه؟ سرقة. ده اسمه صيالة، حد الصائل، واخد بالك؟ لكن مش حد سرقة. أو ياخد عنوة أمامه زي الغصب، دي كل دي ما فيهاش قطع، لكن فيها عقوبات أخرى، لكن مش عقوبة القطع اليد. قطع اليد لابد أن ياخد المال خفية مش هزيه. في اللغة أي مال يؤخذ خفية يسمى سرقة، لكن في الشرع لابد أن يكون من حرزه حتى يبقى يسمى سرقة. واضح؟ يعني أنا حطيت المحفظة بتاعتي رميتها على الكرسي في المسجد وطلعت أتوضى، جاء واحد خدها ومشي فقبضوا عليه، ده ما اسموش سرقة، وإنه كان عمل جريمة بس دي ما اسمها السرقة، لأن ما خدهاش من حرزها. هي المحفظة ما كانت تترمي على كرسي في المسجد؟ محفظة تتحط في الدولاب ويتقفل عليه، فهمت بقى ازاي؟ يبقى لابد انه ياخدها من حرزها. حرز مثليه، افرض بقرة لقاها ماشية في الشارع وملهاش صاحب فجرها خدها، دي ما خدهاش من حرزها، هو مجرم، انا معاك وكل حاجة، لكنه مش سارق، ده مغتصب مجرم، واخد بالك؟ ده لا يتحرى الحلال لكنه مش سارق، فما يقطعش. لكن لو فتح الزريبة اللي هي بتبات فيها الشاة أو البقرة، فتح الباب وراح جرها من جوه، يبقى سارق، خدها من حرزها، يبقى كل حاجة ليها الحرز اللي يناسبها. فهمت؟ البقرة بنشيلها في المخزن في الخزنة ولا في الدولاب ولا بنشيلها ايه في الحظيرة اللي يسموها المصريين الزريبة، فهمت؟ يبقى كل حاجة ليها حرزة، كل حاجة ليها حرزة. لا تمر في الجرن، ده حرزه، لا قمح في الجرن بتاعه، ده حرزه، لكن لا شوال قمح على باب الشقة، دي مش حرزه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لابد عشان يبقى سرقة تقام تقطع عليه اليد، لابد ان ياخذه خفية من حرزه علشان يبقى سارق. علشان كده بيقول لك وشرعا اخذه خفية ظلما. كلمة ظلما دي مهمة برضه، ليه؟ لان افرض ان انا لقيت مالي عند مغتصب وحطه في حرز، والمغتصب ده مش موجود، جيت انا خدته، ما انا بسترد مالي، انا مش واخده ظلم، فهمت؟ لاني قدرت عليه، فهمت بقى ازاي؟ يبقى لابد ان يكون ياخده ظلما كمان بهذه القيود. عند المالكيه قال لك لا، ده افتئات على الحاكم، لو واحد خد مالك وحطه عنده تبلغ الحاكم هو اللي يجيبه لك، والا مش هيبقى كل واحد هو اللي يجيبه ياخد حقه ويدرعه، فهمت ازاي؟ هتبقى الحكايه فوضى. يبقى نقول ان مذهب الشافعيه حيث لا سياده للقانون، ومذهب المالكية حيث هناك سيادة للقانون. لو كان الدولة دي فيها سيادة للقانون وما فيش فيها يعني خيار وفقود زي ما بيقولوا، يبقى ساعتها بلغ الحاكم هيجيب لك حق، مش محتاج انك انت تاخده من حرزه، من ايه؟ من ورا من اخذه غصبا. يبقى مذهب المالكية مفيد ومذهب الشافعية مفيد، لكن في فترة الفوضى ولا يوجد حكام. والله لو تمكنت تاخد مالك كله، فهمت ازاي؟ لان مفيش حاكم اصلا يديهولك، فهمت بقى؟ يبقى مذهب الشافعيه مفيد ومذهب المالكيه مفيد، ده له وقت ينفذ فيه وده وقت ينفذ فيه. واضح المساله؟ عشان كده معرفه اختلاف الفقهاء مهم، لان قد يكون الامام مالك في فتره لما قال المذهب بتاعه ده كان في حاجه اسمها سياده للقانون، وكان الحاكم قوي وكان مسيطر وكان يقدر يسترد الحقوق من الناس. فالامام مالك قال لك لا، لو خدته بايدك يبقى ده افتئات على الحاكم. ما
ويمكن الإمام الشافعي كان في فترة سادة فيها ظلم الحكام وأصبح فيها محسوبين، فهم الإمام الشافعي لك إيه؟ لا، اللي يقدر يأخذ حقه بيده وياخده. يبقى كل فقيه متأثر بعصره، والإسلام يسعى هذا ويسعى هذا. فهمتوا أنا المسألة؟ يبقى السرقة لغة أخذوا المال خفية، دي اسم السرقة. طب شرعا أخذوه خفية ظلما من حرز مثله، دي كلها اسمها سرقة. طب هل يقطع بأي سرقة بقى؟ لو خدت أنا مال ظلما من حرز مثله يقطع على طول؟ قال لك لابد أن يبلغ نصاب. لابد أن يبلغ إيه كمان؟ نصاب. النصاب إيه؟ ربع دينار، قيمته ربع دينار. الدينار أربعة وربع دينار، يبقى ربع جرام، واحد جرام وواحد على 16 من الجرام. فنشوف الذهب عيار 21 بكام الجرام عشان نعرف نصاب السرقة، ونحسب جرام واحد على 16 منه. فهمتوا بقى ازاي؟ يطلع نصاب السرقة اللي بيه يقطع لو، لكن لو سرق اقل من هذا النصاب لا يقطع، يعذر بس. وبشرط ايضا ان يكون حيث المجتمع فيه كفاية وعدل. اما لو كان هناك مجاعات وهناك بطالة وهناك ظلم الاغنياء للفقراء يوقف الحد، كما اوقفه سيدنا عمر في عام رمضان. فهمت بقى؟ كل الامور دي كلها لازم ناخد بالنا منها. وعلشان كده في زماننا يتعذر إقامة حد السرقة. في زماننا ده يتعذر إقامة حد السرقة. ليه؟ لكثرة البطالة والمحبوبين والفقراء، وفي نفس الوقت بخل الأغنياء. فأصبح الفقير معذور. ويشترط أيضا أن لا يكون له حق في هذا المال. يعني واحد أبوه بخيل فخد من وراه عشان يصرف على نفسه، من ورا ابوه، من حرز، وبنايم فتح الدرج خليه، لا يقام عليه الحد، لانه له شبهه ملك. في شبهه ملك في مال ابي، هو ليه نصيب في مال ابي. فهمت بقى ازاي؟ لابد ان لا يكون هناك شبهه ملك كمان. لكن الواد ده مجرم، انا معاك، بياخد من ورا ابوه، اه مجرم، بس ما يقطعش ايده. فهمت؟ واحد سرق المروحة من الجامع، المروحة في حرزها متعلقة في السقف وده حرزها، فراح دخل الجامع من ورا الناس وراح فكها وخدها ومشي عايز يبيعها، والمروحة تمنها أكتر من جرام، من جرام، من ربع دينار. فهمت ازاي؟ هل يقطع؟ قال لك لا يقطع، لأن المسجد ملك كل المسلمين، هو له أيضا شبهة ملك. واضح؟ فشبهة الملك دي تجعله يمتنع عن قطع يده، لكن لا يمتنع من عقوبة تعزيرية، لا يمتنع من عقوبة تعزيرية. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ليس كل مجرم يحد، لابد يبقى المجرم ده وقع في ايه؟ في الحد بشبوته. فهمت بقى المسألة؟ يبقى مش زي ما الناس متصوره كده، لو حكمنا الاسلام والحدود هنقطع ايدين كل الشعب المصري زي ما بيقولوا. لا، مش بالصوره دي. اولا لا يوجد شهود عدول. يعني انا ممكن لو القاضي هيحكم بالشهود في زماننا ده، انا اخلي لك اي احسن واحد يتقطع ايده، واجيب اثنين وادي لكل واحد 200 جنيه يحلفوا انه سرق. سهله، تروح قهوه هناك قدام المحاكم قاعدين هناك. صح ولا لا؟ لكن القاضي لا، القاضي فاهم ان احنا بقينا في زمن مفيش عدول، فلو جبت له مين مش هيحكم. ليه بقى؟ لعدم وجود العدول الشهود. معلشان كده قالوا ايه؟ زمن الشبهه لا تقام فيه الحدود. العلماء قالوا كده. زمن ايه؟ زمن الشبهه عدم وجود شهود عدول، يسموه زمن شبهه، يمتنع اقامه الحد في زمن الشبهه. ازاي زماننا ده؟ واضح؟ كل الامور دي مباحث عند القضاء يقعدوا يبحثوا فيها.
يبقى في احكام قطع السرقة ولغة اخذ المال خفية وشرعا اخذوه خفية ظلما من حرز مثلي. فهمت كل الحاجات دي بقى؟ كل قيد مهم. وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط، وفي بعض النسخ بست شرائط. ساعات بقى ايه الثلاثة يفك كل واحد يخليه اثنين فيطلعوا ستة في الاخر. فهم؟ ان يكون السارق بالغا عاقلا، لازم يبقى بالغ عاقل مختار كمان. فيبقى لو كان صبي وسرق ما يقطعش عليه، لو مجنون ما يقطعش، لو مكره ما يقطعش. مكره زي واحد جعان، فهمت ازاي؟ مش لاقي ياكل، فما صدق لقى مطعم واخد بالك، فراح دخل خلصه كده، راح واخد ايه كم سندوتش وطلع، يبقى ده فقير غلبان. فهمت؟ مضطر. يبقى لابد ان يكون السارق اولا بالغا عاقلا مختارا مسلما كان او ذميا. يبقى الذمي اللي هو المواطن، عقد الذمه الان اسمه عقد مواطنه في زمان. ما هو الغير المسلم لما يعيش مع المسلمين ويرفض دفع الجزيه ندخله بهدية، ندخله جيش. فهمت ازاي؟ فاصبح بيدافع عن البلد زي ما بندافع عنها احنا كمسلمين. فهمت؟ طالما دخل الجيش بقى اسمه مواطن. فهمت ازاي؟ يعني غير مسلم بس يبقى عقد المواطنه حل محل عقد الذمه لايذاء غير المسلم ان يدفع الجزيه. فحل محلها عقد ايه؟ المواطنه، وده عقد اسلامي برضه. لأن الجزية مقابل أن تدافع عنه، فإن لم يدفعها يبقى يدافع عن نفسه، يبقى يدخل الجيش والشرطة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لو كان حتى مسيحي مصر، وإحنا من إيه بننفذ حد السرقة، وهو سرق من الحرز، وجبنا شهود عدول وشاهدوا يقتل. ليه؟ لان القانون العام لقبيلته هو قانون المسلمين. فهمت بقى المساله؟ يعني يكون السارق بالغا عاقلا مختارا مسلما كان او ذميا. ذميا في الكتب القديمه في زماننا ده، او مواطنا غير مسلم. تتحط مكان ذمي مواطن غير مسلم. فلا قطع على صبي ومجنون ومكره. واحد قال له ايه هضربك بالرصاص لو ما فتحتش الخزنه دي وجبت المال اللي فيه، وهو خبير فتح خزن. فاهم؟ وجايب له ايه؟ وواقف له من بعيد بالمسدس، انت مش شايف اللي واقف بيهدده، لكن انت شايفه هو بيفتح الخزنه، لكن هو الثاني بيهدده من بعيد وقادر على انفاذ تهديده، فصار مكره زي قمعه. ويقطع مسلم مذم بمال مسلم مذم. طب مسلم سرق مسيحي مصري وتوفرت في كل الشروط، يقطع. مش نقول ده مال المسيحيين بقى غنيمه، لا ما ينفعش. فهمت بقى المساله؟ طيب والذمي سرق مال ذمي زيه او مسيحي زيه يعني او مسلم، يقطع برضه. واما المعاهد فلا قطع عليه في الارض. المعاهد اللي بينه وبينه معاهدات، زي واحد من السياح جه بلدنا بيننا وبينه عهد فيزا تأشيرة دخول وخروج، ده نوع من العهد. فهمت ازاي؟ فجاء الراجل ده السايح ده مسميه السياح سرق. فهمت؟ فلا قطع عليه في الأرض غرض، يبقى دليل ان الظاهر يقول في قطع، لانه عليه ان ايه المقابل للازهر ايه؟ صادر في المذهب، وده الراجح من الاقوال للامام الشافعي. الراجح من الاقوال نسميه ظاهر وازهر. طب والراجح من الطرق نسميه مذهب. فهمت؟ والراجح من الاوجه نسميه الصحيح او الاصح. الكلام ده قلناه في اول دروس زمان عشان تعرف المصطلحات عند المذهب يعني. يبقى واما المعاهد فلا قطع عليه في الاظهر، طالما قال لك في الاظهر يبقى مقابل الاظهر ظاهر، والظاهر يقول لك يبقى عليه قطع. ليه؟ لانه لم يحترم العهد.
لان لابد انك انت طالما دخلت بلد تحترم قوانينها، والمقابل للازهر ده هو اللي صالح لزماننا. شفت بقى صالح لزماننا ليه؟ لان اصبح القانون العام يقول لك كده، انك انت لو خالفت قانون البلد وانت داخل فيها ومعاك تاشيره بتعاقب، مش كده في اي بلد في العالم. وما تقدم شرط في السارق، يبقى في شروط في السارق وفي شروط في المسروق. فهمت ازاي؟ شروط السارق احنا قلنا يبقى ايه؟ مسلم يكون بالغ وعاقل، بغض النظر عن مسلم او المسلم بقى، بالغ وعاقل، بس البلد بتحكم بالاسلام. فلا قطع على صبي ومجنون ومكره. قلنا يشترط فيها الذكوره؟ ما قلناش. يبقى المراه لو سرقت يقطع عينها برضه. وانت عارف حديث المخزوميه، الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ قطع يدها وكانت امراه. وذكر المصنف شرط القطع بالنظر للمسروق في قوله، الشيء المسروق بقى كمان، لابد وان يسرق نصابا قيمته ربع دينار، اي خالصا مضروبا، او يسرق قدرا مغشوشا يبلغ خالصه ربع دينار مضروبا او قيمته من حرز مثله. فلو قلنا ان جرام الذهب مثلا دلوقتي مثلا 300 جنيه، تروح قسمه على 4 وواحد على 16، فيطلع لك النصاب مثلا دلوقتي حوالي كام؟ حوالي 80 85 جنيه مثلا، واخد بالك؟ لو قلنا الجنيه الدينار 4 جرام وشويه، لو قلنا لكن لو الجرام 300 يبقى 300 جنيه ادي الجرام زائد 1 على 16 يبقى يطلع له مثلا قرب 380، واضح؟ او 370 او 350، تجيبها بالكالكوليتور تعرف تجيبها. يبقى لو سرق 150 جنيه 200 جنيه لسه لازم يسرق قيمة جرام 1 على 16 من الجرام، واضح؟ او يسرق حاجة قيمتها كده، مش شرط بقى ايه المبلغ نفسه. افرض سرق حاجة قيمتها كده من حرز مثله، ولازم كمان يبقى في حرز مثله، واضح؟ ما يبقاش مرمي، لان لو مرمي يبقى لقط، مش كده برضو؟ فان كان المسروق بصحراء او مسجد او شارع اشترط في احرازه دوام اللحاظ. طب افرض بقى ان انا قاعد في الجامع وحاطط الموبايل قدامي وقاعد ببص له، فجاء واحد خده، وانا ايه؟ وانا مجرد التفت لحظه بس ببص على مش عارف واخده، استغفلني كانه سرقه. ليه؟ لان في سارق، في حارس عليه، دوام اللحاظ. فهمت؟ دوام اللحاظ يعني المراقبه. فإن كان المسروق بصحراء أو مسجد أو شارع اشترط في إحرازه دوام اللحاف، ولا يقدح في دوام اللحاظ فترات اللي بتعرض على اللحاظ، لأن الإنسان مش هيفضل مبحلق كده على طول. افرض أنا غمضت عيني لحظة كده حرقتني، فهو استغل فرصة إن أنا عيني اتطرفت أو أعمل كده، خدوا جد، ده من حرصه. فهمت؟ او جات لي نوبة سعال فقعدت كح كح، وتملي لما الكحة تزيد البني ادم يغمض عينه، فهو قاعد مستنيني لما كح وبعدين ايه يروح واخد. يبقى لا يشترط في دوام اللحاظ ما يطرأ عادة من عدم الملاحظة، بينشف عرقه، سمع صوت دوشة بره الجامع فوقف لحظة يبص من الشباك مين اللي بيتخانق، كل الحاجات دي ما تقدحش من دوام اللحاظ. فهمت بقى؟ وإن كان بحصن كبيت كفى لحاظ معتاد في مثله. ولو كان داخل إيه؟ سور بيت، يبقى يكفي إن البيت ده يبقى فيه ناس عايشين فيه، شايفين مين اللي بيدخل ومين بيخرج. وثوب ومتاع وضعه شخص بقربه بصحراء مثلا
إن لاحظه بنظره له وقتا فوقتا ولم يكن هناك ازدحام طارقين فهو محرز، وإلا فلا، لأن المحرز كأنه في حيازته، طالما بيلاحظه يبقى في حيازته، فهمت؟ وشرط الملاحظ قدرته على منع السارق، ما ينفعش لحصدر لأن ما يعرفش يمنع سارق. شرط الملاحظ إيه؟ قدرته على منع السارق، واضح؟ فلو كان طفل ما ينفعش، ما ينفعش أسيب مالي قدام طفل وأقول له خد بالك أنا طالع أتوضى، واضح؟ لأنه لا يستطيع أن يدفع السارق. ويشترط كمان إن لا ملك له فيه ولا شبهة للسارق في مال المسروق منه، يبقى ملوش أي ملك ولا شبهة ملك. امرأة خدت من مال زوجها من وراه من حرزه لا تقطع، لأن هي فيها إيه؟ شبهة ملك، واضح؟ أب خد من مال ابنه، أنت ومالك لأبيك حتى لو من حرزه من وراء ابنه، والابن أخذ من مال أبيه ولو من حرزه دون علم أبيه له شبهة ملك فلا يقطع، فهمت؟ وإن كان حرام لأنه فيه عقوق لكن ليس فيه قرض، واضح؟ فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق. مال أصل يعني أبوه جده، الأب وين علم والأم وين علم، ده الأصل. طب والفرع؟ الابن وإن سفل، الابن وابن الابن وماشي. ولا بسرقة رقيق مال سيده، لأن الرقيق له شبهة ملك في مال سيده عشان عليه إنه سيده يأكله يشربه ويكسيه، واخد بالك؟ ففي شبهة ملك، في شبهة تصرف، وتقطع من السارق. قررنا نقطع بقى، توفرت الشروط، هنقطع ايه؟ تقطع من السارق يده اليمنى الاول من مفصل الكوع، مفصل الكوع اللي هو الرزغ، الريست جوينت، ده مفصل الكوع، لان احنا عندنا العظمه العريضه اللي تحت الابهام يسموها الكوع، والعظمه الصغيره اللي تحت ايه الصباع الخنصر يسموها الكرسوع. مجموع البوع والكرسوع يعمل ايه؟ يعمل الرسغ اللي هو التقاء الكف مع الذراع، فيبقى تقطع من الكوع، لكن القلبو ده اسمه المرفق، اللي المصريين العام يقولوا عليه الكوع ده اسمه المرفق، المصريين يفتكروا الكوع لكن لا، اسمه المرفق. وايديكم الى المرافق في الرسغ، فغسل الايد يقول لك ايديكم الى المرافق، ده اسمه المرفق. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الكوع اللي هو ده. وعشان كده المرأة المصرية البسيطة تقول لك ايه لما تشتكي جوزها، تقول ده ايه سقاني المر من كعاني، يعني بتشرب. انت اما تشرب من غير اناء بتشرب من كوعك، مش كده برضه؟ فجوزها كمان سقاها المر يا ريت من كوباية، ده خلاها مفلسة حتى بتشرب من كوعها، يعني مبالغة في عدم انفاقه عليها حتى انها كادت انها تشرب من كوع. يبقى الكوع هو ده، فهمت؟ ده محل القطع، وده برضو محل مسك اليد اليمنى لليسرى اثناء الصلاة، كان النبي يمسك يده اليمنى بكوع اليسرى. يوم العيال لما بتفهمش يروح حاطط ايده على ايه؟ على المرفق، وفاهم ان كده بينفذ السنة، لانه خد الفقه من الكتاب على قدر فهمه المريض. يبقى اول ما تقف تلاقيه واقف عامل كده اعرف انه جاهل، ولو لحيته طولها متر، ولو لابس غطره وجاي من السعوديه ولابس الكرابيه الدفه ومقصرها وحاطط السواك، ما تغترش بالمظهر. فهمت بقى ازاي؟ ليه دليل الجهل؟ يبقى وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف، وانما تقطع اليمنى في السرقه الاولى
كان زمان مش دارسين تشريح، ما يعرفش يربط القطع كويس، فكان لابد ان يروح يربط الكتف كده بحبل ويشده عشان تنخلع. فهمت ازاي؟ يقول يبقى عنده حد فاصل يعرف يقطع فيه. لكن احنا دلوقتي ممكن يدخله على جراح يقطع على من غير ما يخلعها، لانه عارف الحد، جراح سهل. واخد بالك؟ يعني لو حطوا قام الحدود ممكن يستعمل الجراح في تنفيذ الحدود. زمان ما كانش فيه جراحة ولا تشريح ولا علم تشريح، وخايف لو قطع من غير ما يخلعها يجور على ايه؟ على العظمة. فهمت بقى ازاي؟ فيقوم يضطر ايه؟ يروح رابطها بحبل وشددها تقوم تتخلع، يبقى في عندي مسافة يعرف يقطع. واضح؟ ما بيقطعش زي الآلات اللي بتقطع الآن كده؟ ما هو كده لو قطع كده زي الآلة ممكن ما يظبطش، ياخد أكتر أو ياخد أقل. ما بنعمل كده في السعودية كده. ما هو هناك مش واخدين بالهم هم. لكن دي ممكن احنا نستعين بالجراحين يعني. لا بأس. ولا بأس أن يكون بمخدر كمان. ولا بأس إيمان. أصل العقوبة هو أن يفقد يده، مش أنه يتألم عند فقد اليد. فهمت بقى إزاي؟ أصل العقوبة فقدان اليد، مش أن أنا أألمه علشان إيه؟ فهمت بقى المسألة؟ هم ما كانش عندهم تخدير، وفي نفس الوقت مش عايز يبور، فاخترعوا هم حكايه ايه؟ يشد عشان يفصل الاول وبعدين يروح قاطع. سيدنا مش لازم يتألم عشان يحس بالذنب. يكفي الالم لما يفوق يلاقي كفه مش موجود، هي دي مش قليله. هو احنا لما بنقطع رجل واحد عشان حادثه في المخدر مش بيفوق يقعد متألم علشان فقد رجله؟ الم نفسي هو ده يكفيه. يعني مش شرط ان هو يعاين الم القطع. هل في هناك من السنه ان تقطع له بغير مخدر حتى يتالم ليعاقب؟ هل النبي قال كده؟ هل في نص بيقول كده؟ ما فيش نص بيقول كده، صح ولا لا؟ يبقى ممكن اننا ايه؟ نقيم الحد في القطع بمخدر وفي حجره عمليات، ونوقف الناس بطريقة بدل ما نحطها في زيت مغلي. كان زمان ما يعرفش يوقف الناس في لما يحطها في زيت مغلي، كل دي إيمان. كان يعذب 10 مرات. لأنه كانوا هي حالتهم كده. حتى لما كانوا يقطعوا واحد مريض كانوا بيعملوا معاه كده. فهمت بقى إزاي؟ يبقى ممكن تتطور تطبيق الحدود بالتطور المناسب للزمان. لو نفذنا الحد أصلاً، لو زالت شبهة الزمان وهو وجود الشهود العدول. فهم؟ لكن احنا قدامنا عشان نبتدي ننفذ الحد مشاوير طويلة قوي وسنوات طويلة لحد ما الناس دي تموت اللي هم اصلا غير العدول، ويجي جيل اتربى تربية نظيفة والبلد اديرت ادارة صالحة، فاصبح الغني يقوم بحق الفقير، واصبح فيه مواساة ومجتمع فيه كفاية وفي شهود عدول. دخلنا بقى في وقت تطبيق الحدود، ساعتها ممكن نعمل له الحدود في المستشفى وتحت مخدر وغيارات، وياخد مضاد حيوي وكلها. واضح؟ مفيش ما يمنع يعني. يبقى تقطع من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها منه بحبل يجر بعنف، وانما تقطع اليمنى في السارقه الاولى. هل بعد الحبل والخلع والحاجات دي النبي امر به؟ لا، بطريقة كيفية قطعها عند الفقهاء حتى لا يجاوز الحد. فإن استطاع بأي طريقة أخرى لا يجاوز الحد. ده لا. واضح؟ أول سرقة تقطع اليد اليمنى من الجول. طب السرقة الثانية سرق ثاني، فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى بحديدة ماضية دفعة واحدة بعد خلعها برضه من مفصل القلب. يعني الأول برضه يربطها ويشدها عشان يبقى عنده، وبعد كده دفعة واحدة. طب سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خلعها برضه. فإن سرق رابعا سرق بإيه ده؟ ببرقه أو بإيه؟ بدراعه كده. يبقى ده السرقه فيه يعني ايه؟ متاصله. طبعا هذه الافتراضات لم تحدث في التاريخ، يعني ليس لها مثيل في التاريخ.
ايه تمل الانسان لما بتقام عليه الحد مره خلاص يتعظ انتهي. فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فان سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا، قيل ده ضعيف. ونقف على فصل وقطاع الطريق على بعض اقسام اللي هو ايه اللي هو حد الحرارة، يسموه حد الحرارة، نتكلم عليه ان شاء الله الثلاثاء بعد ثلاثة ثلاثاء، يعني الثلاثة اللي جاي لأ، واللي بعده لأ، واللي بعده اه، فهم؟ والله تعالى اعلى واعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر وجودنا من كل مما يرضيك املنا، وفقنا ربي وسائر المسلمين لتحب وترضى. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.